هذه الأوقات هي الأكثر ازدحاماً بالنسبة لفندق فانكوفر فيرمونت ووترفرونت، ولكن ليس فقط للضيوف والموظفين بل للنحل المقيم في الفندق الذي هو موطن لست من خلايا تربية النحل وأكثر من نصف مليون نحلة. مايكل كينغ الذي يسمى أيضاً خادم النحل وهو المسؤول عن رعاية هذه الحشرات المفيدة، يقول كينغ إن النحل مسؤول عن تلقيح أكثر من نصف النباتات والمحاصيل المنتجة للمواد الغذائية في العالم، وبدون هذه الحشرات سيحدث نقص خطير في الغذاء في جميع أنحاء العالم. تتحلى النحل بذكاء لا يصدق، ذكاء بدأنا الآن فقط في فهمه. إن قدرة النحل على التنقل وقدرتها على أطعام نفسها وقدرتها على أطعامنا كنتيجة لما يقوم به النحل. إنهم موالون لمملكتهم، وفي العادة تكرس الحشرة نفسها منذ اليوم الأول إلى اليوم الأخير لتفعل كل شيء من أجل بقية النحل في مستعمرتها، وهذا بالنسبة لي مفاجأة مدهشة. كينغ يستخدم المدخن في تهدئة النحل وليتمكن من إلقاء نظرة فاحصة على الحشرات، كما يدعم الفندق منظمة محلية اسمها خلايا النحل من أجل الإنسانية، وهي منظمة تعمل على مساعدة ودعم تكثير النحل المحلي في الأوساط البيئية الجديدة والمساحات الخضراء. ويقول كينغ عن النحل إنها ليست بطبيعة الحال حشرات عدوانية، وهو يستمتع بتعريف الضيوف والجمهور على نطاق واسع بقيمتها. فندق فيرمونت يأتي في مرتبة المفاتيح الخمسة الخضراء وضمن فنادق المفاتيح الأربع الخضراء للاجتماعات الرئيسية التي تحددها هيئة المفتاح الأخضر العالمي، وهي هيئة إصدار الشهادات البيئية التي تتخصص في قطاع السكن والاجتماعات. وكان الفندق هو الأول من نوعه في المدينة في توفير محطات بها أجهزة الشحن الكهربائي للسيارات، كما يوفر الفندق مواقف مجانية لسيارات الضيوف الكهربائية وحتى للأشخاص الذين لا يقيمون فيه. يضم الفندق أيضاً حديقة أعشاب مريحة مساحتها أكثر من 2000 قدم مربع فوق سطحه، ومنذ عام 1991 قام العاملون هناك بزراعة أكثر من 20 نوعاً من الأعشاب والخضروات والفواكه والزهور الصالحة للأكل في حديقة الفندق. وفي الوقت الراهن تتوفر أنواع من نبات الخزامة اللافندر الإنجليزي والفرنسي الذي يتميز بلونه البنفسجي، وكذلك السلق الأحمر، وكلها تنمو بشكل جيد وستكون قريباً جاهزة للحصاد. رئيسة الطهات في الفندق دانا هاوزر تستخدم العديد من الأعشاب والخضار التي تنمو في الحديقة في إبداعاتها في الطهي، واليوم تقوم بقطف عشب الروزماري الطازج لمطبخها، ويمكن للضيوف طلب الكوكتيلات المصنوعة من الأعشاب الطازجة في الحديقة أيضاً. الفندق دخل في شراكة مع برنامج أوشين وايز المعروف الذي تم تطويره مع حوض أسماك فانغوفر، ويسمح البرنامج لرئيسة الطهات هاوزر بالمساهمة في حماية الحياة البحرية المهددة بالانقراض، في حين تستطيع الاستمرار في تقديم المأكولات البحرية المستدامة. يقدم الفندق الخمور العضوية والعسل الذي ينتج على سطح الفندق، وتقول هاوزر إن أسلوب تعامل الفندق مع هذه الأمور تكسبه شعبية.
عندما يرى الضيوف مدى التزامنا بالاستدامة فإنهم يتحمسون جدا، وخاصة الناس الذين يشاركون في ذلك بشكل من الأشكال، وسواء كان ذلك من خلال اعتنائهم بالحدائق شخصيا أو إذا كانوا يأتون إلى الفندق لأنهم يسمعون بمفهومنا وما نحن ملتزمون به. كما أنها متعة بالنسبة لي أيضا عندما يكون لدي الضيوف الذين لا يفهمون تماما ما هي حقيقة الأمر. كطاهية علي أن نشرح لهم ذلك وأن ألهمهم ليكونوا جزءا من ذلك ليعودوا إلى هنا، وبإمكاننا أن نريهم ما نفعله سواء كان ذلك بالتجول في الحديقة أو جولة لمشاهدة النحل في المنحلة أو فقط من خلال طعامنا الذي نقدمه لهم. هذا الفندق ملتزم بالاستدامة حقا. استخدمت المصممة تقنية الصبغة الآسيوية التقليدية المعروفة باسم صبغة التخطيط لإعطاء الكيمونو اللون الأصفر والبرتقالي والأحمر. وتقول تشانينغ إنها قصت الجزء الأمامي من الثوب والأكمام لتقصيرها لإعطاء الكيمونو طابعاً غربياً لاستكمال الأسلوب المستوحى آسيوياً. أعتقد أنها فكرة عظيمة حقاً أن نصمم شيئاً ما باستعمال أشياء قديمة، وذلك لأن الناس يدركون أكثر فأكثر الطريقة التي يتم بها صنع ملابسهم والمواد التي تستخدم لصنعها. لذلك فإن القضية هي كونها مسؤولية اجتماعية أكثر من مجرد الظهور بمظهر جيد أو أن تكون على قمة هذه الموضة، وسوف يساعدك ذلك أيضا للحصول على إبداعك من خلال ابتكار شيء ما لنفسك. ويهدف فندق فيرمونت للتخلص من النفايات كليا بواسطة تحسين معدل تحويل النفايات من خلال مزيج من إعادة استخدام وإعادة تحديد الأهداف وإعادة التدوير. هذه لوحة تبرز السمات الخاصة بالبابا إينوسنت العاشر كما عبر عنها الفنان فرانسيس بيكون. بيعت هذه اللوحة قبل 10 سنوات من قبل مالكها في ذلك الوقت بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، وفي وقتها كان هذا السعر رقما قياسيا للوحة من أعمال الفنان بيكون. رسم بيكون هذه اللوحة في عام 1961، وهي تقوم على خلفية عمل سابق لأستاذ النهضة الإسبانية الرسام دييغو فيلاسكيز. ومن المتوقع أن تكون قيمتها قد زادت الآن 5 أضعاف، أي إلى حوالي 51 مليون دولار أمريكي إذا بيعت في المزاد، وبذلك تصبح أغلى لوحة من الفن المعاصر. ويقول أوليفر باركر نائب رئيس سوثبي في أوروبا إن أعمال الفنان بيكون موضع اهتمام متزايد في مناطق متفرقة من العالم. فرانسيس بيكون هو واحد من الفنانين الرواد في العالم، وأعتقد أن هناك اهتمام كبير بمراجعة أعماله على مدى السنوات العشر الماضية، ليس من وجهة نظري المعرض فقط ولكن من منظور تجاري أيضا. فهناك فنان نمت شعبيته، وهناك اهتمام كبير بأعماله من قبل مقتني الفن في أمريكا وأوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط أيضا. إنه بحق اهتمام ذو عمق عالمي، وأنا أعتقد أنه واحد من الفنانين الممتازين وتباع أعماله بانتظام في المزادات المفتوحة. فرانسيس بيكون رسام رمزي بريطاني مولود في دبلن، وقد اشتهر بطريقته القاتمة والعاطفية والخام في تصويره للحالة الإنسانية، ولديه شيء من عدم الاستقرار والرغبة في التنقل والتغيير. فقد بدأ بالرسم بشكل جدي عندما كان في 30s من العمر، وكانت أول محاولة جدية له في نهاية الحرب العالمية الثانية.
على سبيل المثال أنتج بيكون عدداً قليلاً نسبياً من اللوحات بالمقارنة مع فنانين مثل غريهارد ريكتر وأندي وورهول، وطوال حياته اختار الرموز والبابا هو بحق رمز في لوحته، وربما يكون مشهوراً ومهماً مثل الموناليزا في عمل ليوناردو دافنشي. البابا يمثل أشياء كثيرة، هو رأس الكنيسة الكاثوليكية وهو الأب الروحي، كما أعتقد أيضاً أنه شخصية تجلب الشعور بالأمان في الأوقات المضطربة. وأعتقد في النهاية أن مختلف المكونات في أعمال بيكون هي ما يحبه مقتنو الأعمال الفنية. وعندما ينظرون لأعمال فرانسيس بيكون، فقد كان في نهاية المطاف الفنان الذي تسخر لوحاته بالكثير من التأثيرات المختلفة. وترتبط أعمال بيكون باللوحات الثلاثية، وغالباً ما كان يرى العالم في حلقات متوالية. سلسلة اللوحات الذاتية هذه من عام 1975، من المحتمل أن يصل سعرها في السوق إلى 15 مليون دولار. لوحات بيكون النادرة ليست سوى جزء صغير من مزاد واسع للفن المعاصر من قبل دار سوثبي للمزادات، وسيضم 59 قطعة، ومن المرجح أن يصبح أغلى مزاد من نوعه في أوروبا. تشيني ويستفول رئيسة الفن المعاصر في جمعية أنحاء العالم في دار سوثبي للمزادات تقول: توقعاتنا لمبيعات المزاد تتراوح بين 227 إلى حوالي 324 مليون دولار أمريكي، وسيكون ذلك أحد أنجح المزادات في أوروبا للفن المعاصر من أي وقت مضى كما نتمنى نحن. وسيتم إدراج العديد من الأسماء الكبيرة في الفن المعاصر في هذا المزاد العلني، مثل ديفيد هوكني وبيتر دويغ ولوسيان فرويد. نحات الحيوانات الفرنسي فرانسوا بونبون أنتج عملاً يمثل الدب القطبي ويدعى دب أبيض في عام 1922. القطعة 47 هي نحت غير عادي لدب قطبي من عام 1920، وهي من إبداع نحات الحيوانات الشهير فرانسوا بونبون، وكان عمره 67 عاماً حين قدم هذا العمل لإحدى الصالونات الفنية في باريس في عام 1922، وسرعان ما عرض في الصالون وحدث أن القطعة الفنية استقبلت بشكل جيد واستثنائي، ويمكنك أن ترى لماذا. في عام 1920 لقي فن الديكور رواجاً كبيراً، ولديك هنا نحت يشمل كل المكونات المركزية التي تشتمل على الجمال والروعة الموجودة لدى هذا الدب القطبي، وهنا يكمن سبب نجاح هذا العمل. وجدير ذكره أن دار سوثبي للمزادات امتنعت عن بيع لوحة الفنان بيكون في المزاد الذي أقيم في الأول من تموز، لأن العطاءات فشلت في الوصول إلى السعر المفترض، أي 51 مليون دولاراً. فوق جرف على حوض أعالي نهر دجلة، وهو جزء من ما يسمى الهلال الخصيب، تقع مدينة ديار بكر المحصنة، ويمكن للزائر أن يلاحظ أن المدينة والمناظر الطبيعية حولها هي مزيج من الجمال الطبيعي والثراء الثقافي. ويقول موقع اليونسكو على الإنترنت إنها كانت مركزاً هاماً منذ العهد الهيلينستي، مروراً بالعهود الرومانية والساسانية والبيزنطية والإسلامية والعثمانية حتى الوقت الحاضر. وتشمل القائمة أميدا مونديال والمعروفة باسم إيجيغالا، أي القلعة الداخلية، بالإضافة إلى أسوار مدينة ديار بكر التي يبلغ طولها 5800 متر،
مع احتوائها على العديد من الأبراج والبوابات والدعامات، وكذلك 63 نقشاً من فترات مختلفة، وكذلك حدائق هيفشل التي تصل بين المدينة ونهر دجلة، والتي طالما زودت المدينة بالغذاء والماء. حاكم ديار بكر حسين أقصوي يقول عن وجود صفحة لمدينة ديار بكر ضمن قائمة اليونسكو إنها دعاية جيدة للمدينة. في السياحة الدعاية مهمة جدا، وفي هذا المعنى فإن وجود صفحة للمدينة على قائمة التراث العالمي لليونسكو سيكون ميزة لديار بكر، كما أن قلعة المدينة وحدائق هيفشل سوف تجذب السياحة. ويضيف أقصوي إن هدفهم هو الحفاظ على قلعة ديار بكر وحدائق هيفشل للأجيال القادمة. قلعة ديار بكر تعود إلى ما قبل ميلاد المسيح، وقد كانت على مر العصور موطناً ل 33 حضارة من الحضارات المختلفة، وتحمل معها اليوم ما جمعته من قيم مضافة من كل حضارة، وقد تم تجديد بعض أجزائها، وهناك مشاريع أخرى قيد العداد، وبعض الأجزاء الأخرى سوف نقوم بتجديدها مرة أخرى في المستقبل القريب. هدفنا الرئيسي هو حماية التراث التاريخي ونقله في حالة جيدة للأجيال القادمة، وقد أعطانا قرار اليونسكو الشعور بالمزيد من المسؤولية. قلعة ديار بكر قديمة جدا وعمرها 7000 سنة، كما إن عمر حدائق هيفشل 8000 سنة، وفقا للمديرية العامة التركية للتراث الثقافي والمتاحف. عمر تشيليك وزير الثقافة والسياحة التركي رحب في حسابه على تويتر بقرار اليونسكو إدراج القلعة والحدائق في قائمة التراث العالمي الرسمية بالقول إن قلعة ديار بكر هي من بين أقدم المواقع في العالم، وكذلك حدائق هيفشل الطينية الخصبة على ساحل نهر دجلة. لكن أحمد بيزينغ وهو مواطن من ديار بكر يقول إن القرار متأخر. إن قرار اليونسكو جيد وصحيح، ولكنه جاء في وقت متأخر، وأعتقد أنه ينبغي إعادة النظر في قرار اليونسكو بالنسبة لديار بكر وزيادة المواقع على لائحة التراث. ويقول كاظم يلدريم وهو أيضا مواطن في ديار بكر إن القرار يجعله فخورا لكونه يقيم في ديار بكر. ديار بكر هي مهد الحضارات اقتصادياً واجتماعياً، وبطبيعة الحال فإن تسجيل قلعة ديار بكر وحدائق هيفشل في قائمة اليونسكو هو شيء جيد بالنسبة للمدينة بشكل عام. في مارس من العام الماضي احتج ناشطون في حماية البيئة ضد قطع الأشجار في حدائق هيفشل، حيث كانت هناك شائعات عن مشاريع سكنية يجري التخطيط لبنائها في المنطقة جنباً إلى جنب مع ديار بكر. أضيفت أيضاً مدينة إفسوس التاريخية القديمة إلى القائمة، وبذلك يصبح لدى تركيا 15 موقعاً على قائمة التراث العالمي لليونسكو. زراعة قصب السكر هو المصدر الرئيسي لمعيشة الناس الذين يعيشون في المناطق الغربية ومناطق نيانزا في كينيا. تنتج كينيا حوالي 600,000 طن من السكر سنوياً، لكن النفايات التي تبقى والمعروفة باسم باغاسا غالباً ما تترك غير مستخدمة. ومع ذلك فقد قرر شاب متعهد مبدع أن يحول هذا المنتج من النفايات إلى فحم غير ضار، صديق للبيئة ويصلح للاستخدام في المطبخ.
توم أوزبورن أسس قبل 3 سنوات شركة الفحم الأخضر لتحويل النفايات المتروكة إلى طاقة تستخدم في الطهي، وصنع المنتج على شكل قوالب تبدو مثل الفحم العادي وتحترق مثله. في العام الماضي فاز أوزبورن بجائزة أنزيشا، وهي جائزة تمنح للإفريقيين من أصحاب الأعمال لإيجادهم حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، وتمت تسميته أيضاً رجل الأعمال الاجتماعي للعام في مجلة فوربس. ويوضح توم ما حفزه لبدء المشاريع الاجتماعية. تماماً مثل العديد من الأشخاص الآخرين الذين يقومون في القرى في كينيا، تعودنا على استخدام الحطب للطهي، وحتى أمي كانت تطلب مني أن أشعل موقد الحطب وقت الغداء، ولم أكن أستمتع بذلك حقاً. وقبل 4 سنوات تم تشخيص مرض في الجهاز التنفسي العلوي لوالدتي، والذي عزاه الأطباء إلى الاستخدام المتواصل للحطب، وأنا شخصياً غمرني شعور عميق بالذنب حول هذا الموضوع، لأنها كانت تطبخ لي، وقررت أن أقوم بشيء حيال ذلك، وهذا هو السبب في أنني أسست مصنع الفحم الأخضر. يقع مصنع الفحم الأخضر في أويوندو على بعد 370 كيلومترا من نيروبي، ويتم فيه صنع قوالب الفحم الأخضر، حيث توضع نفايات قصب السكر في أفران معدنية، وبعد تشغيل الأفران وبمجرد أن تبدأ بالاشتعال تقفل الحاويات بإحكام لتقليل كمية الأكسجين فيها، وتعرف هذه العملية باسم الكربنة، وتقلل هذه العملية من الأدخنة الضارة المنبعثة عند احتراق المنتج النهائي، وتترك النفايات لتحترق ببطء طوال الليل، ثم يخلط المنتج بمادة لاصقة، ويوضع الخليط في آلة لصنع القوالب التي تعطيها شكلاً يشبه الوسادة. هذا الشكل يزيد من مساحة السطح لكي يحترق لمدة أطول، ثم تجفف القوالب تحت أشعة الشمس لمدة 2 إلى 3 أيام قبل أن يتم تعبئتها في أكياس ذات علامة تجارية تسع 25 قطعة وكيلوغرامين. توم أوزبورن يفسر الاستفادة من قوالب الفحم الأخضر في الحياة اليومية. هكذا على سبيل المثال نحن نأخذ نفايات قصب السكر وبعد ذلك نعيد تدويرها إلى مادة صديقة للبيئة غير ضارة وبدون دخان، وعلى شكل قوالب فحم عالية الطاقة والتي يمكن استخدامها مثلما الفحم التقليدي المستخدم في الأفران العادية وفي المراجم. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن ما يقرب من 3 مليارات شخص في العالم يستخدمون الوقود الطبيعي المستخرج والخشب والفحم والروث وبقايا المحاصيل الزراعية لتدفئة منازلهم وطهي الطعام، والوقود الحيوي المستخرج من الأرض هو المصدر الأكثر شعبية، وما يؤسف له إنه الأكثر فتكاً. النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من هذه المشكلة، لأنهم يقضون ساعات في المطبخ يتعرضون فيها لأبخرة خطيرة والتي تسبب العديد من أمراض الجهاز التنفسي. الدكتورة ماري نجنجا باحثة علمية وزميلة في الطاقة الحيوية في مركز زراعة الغابات العالمي في نيروبي، وقضت ما يقرب من 10 سنوات في إجراء بحوث حول مختلف قوالب الوقود المصنعة. وتشرح نجنجا فوائد قوالب الوقود وأفضليتها على الوقود الحيوي المستخرج الذي يسبب أضراراً وخسائر بشرية. في عالم اليوم وعلى الصعيد العالمي نحو 4 ملايين شخص يموتون بسبب الطبخ باستخدام الطاقة الحيوية، وتنجم الوفيات بسبب المشاكل الصحية ذات الصلة بالجهاز التنفسي المرتبطة بدخان المطبخ، ومعظم هذه الوفيات تحدث في البلدان النامية. لذلك إذا انتقل الناس إلى استخدام وقود القوالب تجد أن نسبة الوفيات التي تحدث من الدخان سوف تكون أقل. The smoke associated
health problems would be reduced. جوستين أومولو متزوجة ولها 4 أطفال، وقضت أكثر من 20 عاماً في الطبخ على الحطب، وهي تشكو من معاناتها من آلام في الصدر. علي أن أستخدم الحطب عندما أطبخ لأطفالي. بعد ذلك بدأت أشعر بالعدوى وأعاني من مشكلة الصدر، وعندما ذهبت إلى المستشفى وقال لي الطبيب أنني بدأت أعاني من الربو وتمت معالجتي لكن دون أن أشفى. وهذه لينت نياديا، وهي أم لولد وجدة ل5 أطفال، وقد بدأت باستخدام الفحم النظيف المصنوع من نفايات قصب السكر لمدة 1 سنة. عندما كنت أشعل الحطب فإن الكثير من الدخان كان ينبثق منه، والذي كان يجعل الأطفال يسعلون ويمرضون. ولكن عندما بدأت باستخدام هذا النوع فإن أي من الأطفال لم يمرض، والبيت لا يصبح ساخنا جدا، كما أن الطعام ليس له نكهة الدخان، وهذا شيء لطيف. الأطفال الذين هم عادة مع أمهاتهم في الطبخ يتأثرون سلباً بسبب تلوث الهواء في الأماكن المغلقة. وتقدر منظمة الصحة العالمية إن 50% من الوفيات المبكرة بين الأطفال دون سن 5 سنوات بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن جسيمات السخام المستنشقة من تلوث الهواء المنزلي. ويمكن من خلال استخدام هذه القوالب الخضراء مساعدة أطفال هذه القرية لضمان مستقبل أكثر شاقاً وأكثر صحة. راكب الأمواج وصانع الأعاجيب المدهشة جيمي أوبراين قام بتسجيل إحدى أروع حياله مؤخراً في أمواج تهيتي الرائعة. أوبراين الذي يعتبر واحداً من أكثر الشخصيات المسلية في عالم ركوب الأمواج، قام بإشعال النار في نفسه في جولة واحدة بين الأمواج التي تعتبر من أخطر الموجات في العالم. وقد تم تصوير الخدعة لبرنامجه التلفزيوني المسمى من هو؟ جيمي أوبراين 5-0. لقد كان شيئا جديدا، تمكننا من أن نضيفه إلى برنامجنا، شيئا لم يره أحد في أي وقت مضى، ويترك ذلك علامة مضيئة في عالم ركوب الأمواج. الرجل الأول الذي أضاءته النيران أثناء ركوبه الأمواج، أعتقد أن ذلك هو شيء رائع جدا. عندما اقترحت على شركة ريد بول هذه الفكرة العظيمة، وكنت أقول أنني أريد أن أشعل النيران خلال ركوب الأمواج، نظروا في وجهي وكانوا يتساءلون، هل تريد حقاً أن تفعل هذا؟ أنت تمزح، أليس كذلك؟ وكانت إجابتي لا، أنا أريد أن أفعل ذلك حقاً، نظروا في وجهي وكان ردهم حسناً، نعرف رجل في هوليود يعرف شخصاً ما، وها نحن هنا.